السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نشارك معكم بعض الميزات اللي جايبهم بهم ونبداو على بركه الله بهاد العلاقات هادو. كما كتشوفوا هنا واحد المجموعه اللي كتكون من 6 ديال العلاقات هادو ديال العود، فجايين بثمن 49 درهم اولا تقريبا 50 درهم. كاينين هادو تتكون حتى هما مجموعه تتكون من 5 ديال العلاقات ديال الثوب، كما كتشوفوا هادو فيهم يعني 5، فجايين بثمن 30 درهم. هذا هو الشكل ديالهم، تقريبا كلهم في الغوز. كاينين ايضا هاد الكوفرليات هادو اللي جايين في 3 د اللوينات، صراحه هما زوينين ولكن الثمن ديالهم شويه طالع على كي موالف. موالف جيبهم يعني ب 100 درهم، دابا راه 140 درهم باش جايبهم. كاينين عندنا هاد لي بانطوف هادو الخاصين بالرجال والنساء، وكاينين بيجامات. المهم هنا البانطوفات كاين هاد الشكل، وكاينين هادو في الابيض تقريبا جوج د اللوينات اللي كاينين بالنسبه للنساء. بالنسبه لهاد لي بانطوف ديال النساء فجايبهم 35 درهم، وهادو بالنسبه للرجال اللي جايين في لون واحد غير الزرق بوحدو اللي كاين، ولكن صراحه شكلهم زوين فهما ايضا جايبهم ب 35 درهم. كاينين ايضا هاد البيجامات الخاصين بالوليدات والبنيتات، هادو بالنسبه للوليدات هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. ايضا السروال ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. المهم سمحوا لي على التصوير لانني كنتصور بيد واحده وكنحاول نبلغ يعني بيد واحده. فهادو جايبهم ب 100 درهم بالنسبه لديول الوليدات، وكاينين ديول البنيتات ايضا. صراحه ما سخيخنين للبرد زوينين. بالنسبه للبنيتات عندهم تقريبا شي 3 د اللوينات، كاين الكري كاين الغوز كاين، المهم مختلفين هي في الرشيمات. حتى هما ب 100 درهم، حتى هما نفس الثمن يعني 100 درهم. سمحوا لي على التصوير وسمحوا لي انني غبرت عليكم يعني مود هذه. كاينين هاد العلب هادو اللي فيها 5 ديال الاجزاء، صراحه زوينه ديال الزاج، الزاج زوين ثقيل والغطايه من البلاستيك يعني غطايه اللي محكمه، وتجيب 60 درهم. كاينين هاد القراعي حتى هما والقنينات اللي صراحه عجبوني شكلهم زوين، كاينين فيهم 3 د اللوينات كما كتشوفوا او 3 الزواقات. المهم كيجيو بهذا الشكل. كاينين هاد الكيسان حتى هما اللي صراحه حمقوني زوينين، 3 د الكيسان ومختلفين، كل كاس يعني مختلف في الزواقه. كاين هاد الشكل هذا، نتوما تشوفوا الشكل ديالو. كاين ايضا هاد الشكل هذا، يعني كل واحد مختلف في الزواقه، ولكن صراحة زوينين يعني مباشرة تشوفوهم فأكيد غيعجبوكم. كاينين حتى الكبار يعني في نفس الديزاين نفس الشكل، 3 د الكيسان تاهما. المهم هادو جايبينهم ب 19 درهم او 20 درهم، 19.90 يعني 20 درهم. هنا هاد الكولونات البنات اللي جايبهم ديما هما ب 40 درهم زوينين صراحه. كاينين بعض الاشياء اللي ما كنبغيش نحلهم كنصورهم لكم ايه هكاك من الفوق، بما ان المره اللي كانت حدايا حلته باغا تشري فقال لي ما نقربكم منه. انتم غتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، هذا هو التوب ديالو وسخيخن، عنده هذيك لا سانتور زوينه. المهم هذا البنات راه 40 درهم، جيبهم بمهير في النواغ.
كاينه ايضا هاد اللعبه الخاصه بالوليدات، فهذه كتعلمهم الذكاء. هادو هما اللوينات اللي فيها، كنحاول نوريكم يعني جميع اللوينات اللي غتلقاو فيها. فهذه لما اظن بجيبها ب 59 درهم، ده هو الثمن ديالها. المهم كنظن واش الثمن ديالها، لان بعض الاثمنه يعني ما كناخذهمش. هذا هو كاين ايضا هذا المنظف، هذا مسدس ديال التنظيف، كدير فيه الصابون، تقدري تنظفي به اي حاجه له عده استعمالات. فبالنسبه لهذا جايب 50 درهم. كاين هذا المقلاة الكاري، هذا هو الشكل ديالها. الصراحه عجبتني، داكشي اللي صورتها مع صورتها لكم. كاينين هاد لي بانطوف اللي خاصين بالنساء، كاينين بثلاثه تشكيلات، يعني عندك فين تختاري. كاين هاد الشكل هذا، هذا فيه اظن جوج لوينات، الكري والغوز، وجاي ب60 درهم، 69 درهم عفوا، تقريبا 70 درهم. كاينين هاد لي بانطوف حتى هما غزالين، حتى هما فيهم جوج لوينات، فيهم البيض وفيهم هاد اللوين الاخر، وتا هما جايين ب70 درهم. صراحة زوينين، تيبان يعني الشكل ديالهم وحتى من الملمس يعني راه زوينين. كاينين هاد لي بوط هادو او البانطوف لي على شكل لي بوط، كاينين هادو جايين بثلاثة د اللوينات، فيهم الكبار والصغار، هادو هما الشكيلات لي فيهم. فبالنسبة لهادو جايين ب60 درهم. المهم البنات، كاينين بزاف الاشياء يعني اللي صورتهم صراحه مشاو ليا، بحال مصفف الشعر، يعني كاينين جوج اللي جايبهم بهم دابا، كاين اللي تيخلي الشعر رولي، وكاين اللي يعني كيسرح الشعر مشط كهربائي. المهم ما عرفتش كيفاش الصور اللي مشاو ليا البنات اللي صورت. هذا مكان كاينين هاد لي صاك هادو ديال التقضيه، حتى هما اللي جايبهم ب12 درهم، كما كتشوفوا الشكل ديالهم صغير وراسيفان. وتنوني عروض يوم ثلاثاء لأنها زوينة بزاف.